انت طلعت قبل كده الدرجه الاولى يا ابراهيم؟ طلعت بس لا يعتبر اول مره تبقى فرصه حقيقيه وفتره طويله يعني كويس. كنا مثلا بنطلع على التمرين تقسيمه يمكن ما طلعتش فترات طويله تمرين مثلا غير دي بس وكمان طلعت متاخر يعني ما طلعش طلعت من وانا 20 سنه تقريبا او 19 سنه من السنه اللي فاتت بدات اطلع بس وبلغونا بعد كان احنا عندنا ماتش 2003 بعد ما خلصناه كان اخر ماتش في الدور الاول ده بتاع بعد كده التصفيه بلغونا الاداري بيبلغنا يعني طبعا شعور ما يتوصفش بالذات ان احنا كمان كنا عارفين ان في معسكر في الامارات والمعسكر فرصه يعني ب 10 ايام الراجل المدير الفني هيشوفكم بشكل افضل في مباريات كمان في ماتشات وفي تمارين وملاعب بقى وخبرات كبيره قوي مع اللعيبه وجوده التمرين وجوده كل حاجه الماتش الاولاني كان مع فرقه الاخدود السعودي فرقه محترمه طبعا والدوري السعودي فرقه قويه وكان كلها محترفين قوية وكلها لعيبه كبيره بس والحمد لله خدنا كان قسمنا على شوطين 45 45 خدت انا ال 45 اولين والحمد لله يعني